صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. صوني بقى نثبت البتاع ده عشان انا بعمل الفيديو النهارده واحمد مش معايا، فيا رب الفيديو يطلع حلو. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدعوا لاهلنا في فلسطين، يا رب ينصرهم ويفك كربهم، وشيروا كتير الفيديوهات بتاعت فلسطين عشان صوتنا يوصل للعالم كله. تعالوا بقى لفيديو النهارده. انا الفيديو ده عاملاه مخصوص عشان كل اللي يشوف الفيديو يدعي لاحمد جوزي عشان المفاجأة الحلوة اللي هو عملها لنا على الصبح في اول يوم عيد. يلا بقى نشوف الفيديو ونشوف المفاجأة الحلوة بتاعت النهاردة، ومتنسوش الدعوة الحلوة لاحمد. يلا بينا. يعني نصحى على الحاجات الحلوة دي على الصبح. فين جهز لنا الحاجات دي قبل ما يروح الشغل الصبح؟ يعني الواحد في ضغوطات واللي بيحصل في فلسطين واوضاع البلد ويصحى على المفاجآت دي. ربنا يخليك لينا يا رب ويسعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه يا احمد. احلى مفاجأة والله، احلى مفاجأة. جاب لبس العيد ليامن واللعبة دي، وطبعا ريان والسبادة بتاعت ريان اللي بيحبها، اللعبة المفضلة لريان، والشوكولاتات دي جابها لنا طبعا ما نسانيش، وطبعا حط لي العيدية بتاعتي، واحلى ورده. يعني بجد احلى ورده، احلى ما فيهم الورده، حتى لو ما فيش عيديه احلى ما فيهم الورده. والله حاجات بسيطه بتفرح الواحد بطريقه فظيعه. ربنا يخليك لنا يا رب، ونقدر احنا كمان نرد لك اللي انت بتعمله لنا ده، ويسعدك يا احمد ويبارك لك، واشوفك احسن واحد في الدنيا. بجد فرحت كمان لما صحابي بعتولي الحلويات دي. بجد شكرا 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 ليكم. العيد فعلا صعب عليا هنا، ما نزلتش بقالي كام سنة، واهلي وحشوني جدا، هم فرحوني بجد هم كمان، ومش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. يعني الفرحة اللي انا فرحتها على الصبح دي، احمد المفاجأة اللي عملها، وانتوا بحلوياتكم الجميلة دي، بجد والله حاجات بسيطة فرحتني جدا، فرحتني. حتى سؤالكم عليا فرحني جدا. ربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم على قد ما فرحتوا قلبي على الصبح. بحبكم كلكم. الحلويات دي بقى يا جماعة من صحاب المغربيين والجزائريين، جابوها لي بمناسبة العيد. واللي شبه الفطير ده، ده المسمن، ده بيقولوا عليه مسمن، انما بقيتهم مش عارفه الاسامي بصراحه، بقى بسالهم بس عشان طعمهم تحفه. بجد تسلم ايديكم، عجبت الاولاد جدا وعجبتنا جدا. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. والهديه لو حاجه بسيطه جدا والله هتفرحكم جدا. فرحوا بعض وعيد سعيد عليكم، وما تنسوش الدعاء لاهلنا في فلسطين، لان بجد الوضع صعب جدا. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.